من له الشرعية في حضور هذا الجمع العام والمشاركة في أشغاله. أنا أقول لك بأن آخر مرة تم نشر بلاغ صادر عن المكتب المسير للنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم كان خرج يوم 1 يوليو 2015 اللي بموجبه كيعلن على عقد الجمع العام يوم 25 يوليو 2015. وفي النهاية ديال البلاغ كيقول بأنه من أجل تجديد الانخراط يجب دفع مبلغ 20,000 درهم في الحساب البنكي التالي. يقول تجديد الانخراط وليس فتح الانخراط. منذ ذاك الحين، منذ ذاك البلاغ، وأتحدى أي كان أنه يخرج لي بلاغ آخر كيقول فيه من ذاك الساعة دابا كيقول فيه السي سعيد الناصري أنه يفتح باب الانخراط أو يطالب بتجديد الانخراط. بمعنى أن المنخرطين اللي أدوا 20,000 درهم وفق هذا البلاغ هذا اللي صدر كما قلت يوم فتح يوليو 2015 هما اللي مازال عندهم الشرعية إلى حد الآن أنهم يشاركوا في العمل ديال الجمع العام. ولكن ما يلاحظ على هذا المكتب المسير وأنه لاحظنا بأن في سنة 2016 شفنا وجوه جديدة في الجمع العام ديالو اللي انعقد في 2017 يناير 2017. شفنا وجوه جديدة كمنخرطين. منين دخلوا؟ شكون دخلهم؟ لا، شكون دخلهم السؤال ماشي ذكي. الذكاء شنو هو؟ أن اللي دخلهم هو المسؤول على الوداد رقم واحد هو السي سعيد الناصري. منين دخلهم؟ بأي موجب حق؟ لم يسبق له أن أعلن عن فتح باب الانخراط، وبالتالي التواجد ديالهم كان غير قانوني، والانخراط ديالهم في النادي الرياضي الوداد فرع كرة القدم غير قانوني.